مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كففنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين خن بخريستوس إيسوس بن شوي مطان يكون يأبو لشليل إيبي بلو سفشي إيساس إيريني باسي كتب نعماتي بخريسوس يافير سوازيليكون افر ويسينيرون اف اريرون اف شوفتينيرو اف تيسويرون اف تفتن شريطا ايون وثاي ان صوف ان مرتبوس ريرون خين بايو وثاف فاين هو تيرون تبن الانخ كم يبان تكراتو Ωρυπ σοίσι μπαινότι Ρος ευεξάστη Κύριε λέησο Εφηνή Ωρυπ σοίσι μπαινότι Βίβαν το κράτορ Εφιώτεν μπεν σοίς ο μπεν νότι ο μπεν σωτήρι σώος μπεχρίστος. Νασκορα και ραμπαλα κολλή χάλ, ονέγλου κολλή χάλ, οφή κολλή χάλ, ενέκα σαθαρτανα βάντανα χφαστανα χωβελτανα ηλίκ, οασφαχτα αλέινα, οαδαρτανα, οατέιτα βίνα. طلبوا لكي يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطالبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا قيام أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا يوليوس ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزاه عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو كريا ليسون تنقش تمفيوت نمبشيري نمببنا أما سواب تترياث سواب أمون سيون شيرتيك لسيح أياب أنتني أنجلون شرتي بارثانو ستاز من صوتي شرني ماري أياتي تشرمبي إثني سوسي تسميسينا نمفنوتي بلوغوس شرني ماري أيا خينو شرني أمو أبشرني ماري أسمع بمبيه
قواب شرمي خائل بنشتنر شئا أنجلو شير غبريل بصوت بإم بفاي شنو في شير نسير وبي إم شير نسير رفيم شير ثم وطير نبرانيون شير يو أنس بنشت إم برو أدرمو شير بأوي ببسنجني سن إمانوئيل شير نشوي سنيور أوتي نابو أصلان شير نمسيدي زندان شوي سيسوس بارستور شير نك أبمار تيرون شير بإفانجي إلسي شربي أبو سولوس أفا ماركوس بثيوريموس شير استيفانوس بشرب ما أرتيروس شير وارشدي يكونو ودين مرار شير ناك أوبي مارتيروس شربي شوي جنجي إنه شرب يسلوب ورز بشوي سيب أوروغي أورغيوز شرنك أبمار ترو شربي شوي جنجي إنه شرب يسلوب ورز ودرز بسطراتي لتي شرنك أبمار ترو شربي شوي جنجي إنهن شربي أصلوفورس فيلو باتر ميركوريوس شرنك أبمارتيرون شربي شوي جنجي إنهن شربي أفامينا تنتي هو إيروك أو إيوثي أو سي سيرك أري إب أنخن بن باتري يرشيز بباب تادرز بار شرف سما تغروف هجن بفيس رونو نمبف كشبير اللي ترغو أس بنيو تسوى بن ذي إيك أس أبا يليوز بابس كوبو سما تغروف هجن بفيس رونو هي تني برز بيان تيتي سي أوتو كوسس أوى أب ماري أب شويس أري إهموت نانم بيكو إي فولنتين النوفي إسر نهو سيرو أوك نمبك يوتنا أغنظوس نمبب نمائي سوى جاكيك سوتي إمون نينا شليل إبي يبروسف كيستا سيتي إيرين إباسي και το πνεύμα τέσο βαϊδάν αν φανασαν αλλαϊν ευδόμητα αλκούλ έπα ραμπανε وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رفضوا أباءنا وإخواتنا اطلبوا على أبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البعد أبانا كديسين وصاقفة وأبانا الصاقفة أبانا القمم صابنا الكسوس وأخواتنا الشمام صابنا الرهبان وأبانا العلمانيين وعنيح كل المسيحيين لكي المسيح لهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة يغفر لنا يا خطايانا يا رب وارحم تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان يا بنا القديسين إبراهيم وإسحاق و
لهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسي. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. أبلهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما عددته يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل يا رب عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها يا رب نيحهم قوم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهرا بلا دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض، أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات، أما نحن يا رب فهب لنا كمالنا المسيحي الذي يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسين يا رب وارحم. تفضل يا رب أن تحفظ هذه الليلة بغير خطية، مبارك أنت يا رب لا أبان زائد بركة، اسمك القدوس مملوء مجد للأبد أمين، فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل تكنا، لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حيني، اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أكتار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل، مبارك أنت يا رب علينا عدلك، مبارك أنت يا رب إن حقوقك، مبارك أنت يا رب أن لي ببرك يا رب، رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل، أنا طلبت للرب وقلت ارحمني وخلص، فإن أخطأت إليك يا رب التجأت إليك أخلصنا وعلمنا أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوح، وبنورك يا رب نعاين النور، فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك المستقيمين القلوب، لك يتجد البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكان ومنذ البدء والآن وللأبد أمين. جيدة والاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولدنا من عذراء يرحمنا، قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا، قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام الأموات وصعد للسماوات ارحمنا، المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس، أبائنا أخواتنا الذين ركضوا يا رب نايح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، الذي بلا خطية يا رب أعنا وإقبلت البطن إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث
يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كففنا، اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد. امين. أني أون تاني بروسف شي إيب شوي هابش إمن ريت أنت فكار النوفي لاني بول شيري سيت اسمي سيناني بيو إن انت مي بخريستوس بن نوتي چي بارسينو سيسواب ماتي هو إيم بشويس إيري إيغول أنت فقر أون أين مني نفسيش أنت فكار النوفي لاني بول تي بارسينو سماري هم تيسو أوتوكو سيسواب تي بروستاتيس إيدن هودن تي بغنو سنتي مترو مين أربرس بابين هريا غون نارم بارستوز بيتارك فبوبوس انت فريمت ناني مكوي فولنتين النوفي شيرين او تي بارسين او ستي اورو امي ان اليسي ايشي ريب شوشو انتي Then gain us a regobo and in him and who ill. Then te ho ari ben meveote borostatis etenot naharen ben choices of verestos and of canon noven a nevol. Erepsol telem mariam hinifi uet saeb choisa uin amen besmen read. تفهمو فهريغون كتبريتي اتفقو سنجي دابت خن بفصل مجس اوه سنجتي اورو ساو وينام مكب اورو سولو من موتي ايروس خن بيغو انتيني غو جدا سنيو تا اجبيري تبولي سمي ايرو ساليم افتي من غار ايروس خن هنش شوسي جامي ايبول خن بيك ايبو سوزي اتصد بنا روماتا شيرين اوتي بار سينوس تورم من آلي سيني شرب شوشون تبنجن سريك بونان من ويل تنتي هو آري بن مبوت برستاتيس ايتنوت نارن بن شايز الرار تفكان النوبين آني فول ششفن أرشي أنجيلو سي أوهرد وبرهم نوسم بيمسون بيبان تقراتور شمشم مستريون اتيب ميخائيل بابي هويد غبريل برما اسنا ورافائيل بابي ما شمتك تبديبو سندترياس سوريل سيدوكيل تاروسيل نمانونيل ناينشن رفيروين سو ابني دوهم وبرجم بيسو نشيرو بمن مسيرا بمن اثرونس نشي سنقن بفتون زونس توزر فاي خبر ما انزيوس لكو تفتوه مبرز في تيروس خندي قليسين دنشور بمي زيروف خنومتات مونك وشي بولف جو امول اجيوس اوثيوس نيات شون متالت شو اجيوس ne daman kontu shos man man no agiyo sasan atos esmu ete ekliruno me amare beknai nemte kirini o yen softem bekleo je ko abo ko ab ko ab shoy se sabawat venem kaim خنبك أونم بكتايو شنغو سنبي الليلو يا شرنون في أبو همو جاقيوس آمين الليلو يا بيو فابن نوتي في قرب الهزب بينا لي أقول نصراتيون أنجيلي كن نمني طمني برانيون تفكان النوبين آني فول كيري يوسوس بخريستوس أفسد بن نف أبوستولوس إيتي بتروس نما نزري يا هسيو أنس نم ياكوبو إيبون فيلبوس نمتي أصبر سولومي أس نم توماس ياكوبوس دالفيو نم سيمون بكنا النيوس سيدة وس نم متي يس بابلوس نم ماركوس نم لوكاس نم إبسي بنت نماسي تس نتف موشن صابن صوتير متي يس بيتف شوبي نت شبي يونيو داس نم قوكي بول نم إبسي نم موشن زلز بوتا بخرو وشين وفي بول هجي نبهو مبقاهي تير فوه نوسا جي أفو شفرك سنتي إيكو ميني طبعهم بشوي ساري يغن هنا شوي سنيوت نبستو لسن بإش بسنا بمس كان النوبين آني فول ماركوس بي أبستولوس هو بي إف أنجيلستيز بي مصري خاني إمقاب
تبي منو جنس النوتي أكي أكير أو أين رن هذا بجوان جلي أنا كتصاب شيرين بل نما إسوا لكن تني بالخين بكاكي إخون بي أو أين ميك تمون بوي كنت يبون هذا في بزيد بالخين دب أبتشي زمان خري الخير كن جن بلتيرن دب كاي أو نكساجي أبو زورك سندي كومني شيرين أك بمرتي رش شير بي إف أنجلستي شير بي أبو ستولو سب مركز بي ثي أوريمو تبهم بشوي سري يكون بثوري مصر بانجلستي سب مركز بي سفكان النوبي ناني بور شاش فين روم ببقوك برنج بيس هو بقي أرقي وزير بيش بين أورون آنو مو سبتي هابر وفي ميني امبو اجبان ببلوغ المسؤوزي ببناتي اتصوتون اوزي تبنش اخون بأورو بخريستوس نبير بصال النمضة بيتشاف كوتي رنجين اسنوس تير الله خنفران نسوس بانو تحتشين باتشين بشيش نمو ونشتي غربة بكتايو بشيس بأورغا هرقي يسأل بخريس شين مخيني رسليم انتت في شيري نقو بمرتي رو شيري بيتشوي جنجني او شيري بي اصلو فورس باشوي سبأورغا هرقي يو طبهم بشيس هري اكون بازو فورس مرتي رس باشوي يوسف كان النوبين عني فور شيري نق ابو مرتير وشيري بي تشوي جنجني او شيري بي اصلو فورس ادرس بي سترات اللاتي طبهم بشي ساري اقن رازلو فورس مرت سيئو دارس بسر اللاتي استفكان النوبين عني فور فيلو باتير مركوري يزبيري من قوم انت بخريستوس افتيه يوت انت بانو بليا ابن بي خكتير فانت بي نهتي اوابت شيخ انت بجيك انت سيفي ان رويس سي طبي انجلوس تب شويس تقروس خنت ان اوين ام افشي نف اي بي بولي مسخن تيقو انت بخريستوس افشاري اني فارفاروس خن اونشتي ان ارخو اف ارن بن بولانا يبقى هو هف كوت ناني في اوه يابت شوجي خن بستازيون انت تيميت مرتي روس اف تيشي بي اندك يوس بي اورو ان اصي بس هيد انت فنشت ان هي بموني ان ببخيز انت انتيني واسانو خن يفورين بكلو من اطلوم انت تيميت مرتي اف ارشاي نمني سوابتي روخينت خورا اندنيت اون شيري نقو بمرتي روشيري بيتشوي جنجني او شيري بي اصلو فوروس فيلو باتير مركوريو طبهم بشوي ساري يكون بازلو فوروس مرت فيلو باتير مركوريو سندفكان النوف أحب الأب مركوريوس القوي بالمسيح لابس الخوذة وكل سلاح الإيمان وأخذ بيده السيف ذا الحدين الذي ثبته ملك الرب في يده اليمنى مضى إلى الحرب بقوة المسيح وقاتل البربر بجراحات عظيمة تيقظ عن الأرضيات وطلب السميات وتشجع في ميدان الشهادة أخذ داكيوس الملك المنافق بصبره العظيم وتعاب العذابات وبهذا لبس إكليل شدائر المضمحل وعياد مع جميع القديسين في أحيا السلام لك أيها الشهيد سلام للشجاع البطل السلام للمجاهد محب الأب مركوريو اطلب من الرب عنا أيها الشهيد المجاهد محب الأب مركوريوس ليغفر لنا خطايانا شيري نقو بمرتيرو شيري بي تشوي جنجني او شيري بي أصلو فوروس بي أوغيوس أفامينا وبهم بشوي ساري يكون بأصلو فوروس مرت
بی آگیوس آفامین اندف کن نو غنانی بول شو بی انتو ارسوم سیگو خنمات چوزی ترکن خیتو آدن چوزی نفترند زو تو گوزی تو امبرزن و زنسیونی وید میتی ام وی تاری مز بن سو تیرن آغا سوزند بول نخی بلا رند سمنن اند بهیری نی شیرین او تی برسین استو رو امین ایلی سینی شیرپ شوشون تی بنگن و سر ایگ ان امانوئيل تنتي هو اري بن مبي اوتي ابوروستاتس اتنوت نهرن بن شويسيسوس بخيرستوس انت فكان النوب ناني بور عظمك يا ام النور الحقيقي وانا مجدك يا طلع زرار كديسة ولدت لله لانك ولدت لنا مخلص العالم اتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ثابت الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآف الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس صلب عنا العهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن كده نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحن بصف من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين تنجوش تفول خائت هي تي أناستاسي سن تاني لف مو أتنم بأون خين تبي أونس نيو Yeah.
السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لأن تبصر ولأذانكم لأن تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بناجيلك المقدسة بطلبات قديسي صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب ورحم اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وعصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجانا كلنا شفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا الليل ويا ماروت شاس فنيتك لسي أنت بفلاوس هو مارو اسمه إيروف إيت كي تدرى انتني إبرز في تيروس جي أفكو إن أومت يوت إم فريتن هن إسوء اف انا فين جنيت صوتو نو هف اي او نو افور كن جيب شوي سو هن اف او من اسيف جي ان سوك بي اف او بشا اني قطا التاكسي سمل شي سيدك اف شوي سو انا من مقبن يوت اس او وابن بطرين يرشيس بابا ابا تاوا درس بي ما هسنا نم بنيوت ني بسكو بس ابا يوليوس شوي صف اي اري بتنون هللويا Ακούσομεντο Άγιο Ευαγγέλιο. Σμαρότην γεβιέσνε Ιωχήν ευρώνε με ψωσιντήν Ιωγόμ, Κύριε ευλογεσόν εκ του κάτα.
Μετσίον Αγίου Ευαγγελίου του Αναγνώσμα. Δόξα Σύ Κύριε. خوف أمام الله وانصت لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري متى الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته. على جميع سوتير وبن وروتيرين إسوس بخريستوس بشيري مبنوتي تونخ بيقو نفشا إني من مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا الذي يعلم يدي القتال وجعل ساعدي أقواسا من نحاس ومنطقتني قوة في الحرب وعقلت كل الذين قاموا علي تحتي. اللي فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ لأنه جعل الأبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقسيم ملكي صداك الرب عن يمينك يا أبان الطاهر الباب البطريرك الأنبات ودروس الثاني وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنباء يوليوس الرب يحفظ لنا حياتكما. أمين لي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. إلى الأبد آمين. فلما دخل كفر نحوم جاء إليه قائد مئة يطلب إليه قائلا يا سيدي غلامي مطروح في بيتي مخلعا معذبا جدا. قال له يسوع أنا آتي وأشفيه. أجاب قائد المئة وقال يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقف بيتي لكن قل كلمة فقط فيبرأ غلامي لأني أنا أيضا إنسان تحت سلطان لي جند تحت يدي أقول لهذا اذهب فيذهب ولآخر تعال فيأتي ولعبد يفعل هذا فيفعل. لما سمع يسوع تعجبا وقال للذين يتبعونه الحق أقول لكم إني لم أجد إيمانا بمقدار هذا في أحد في إسرائيل.
وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، أما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية حيث يكون البكاء وصرير الأسنان. ثم قال يسوع لقائد المئة: اذهب وكما آمنت ليكن لك. فبرئ الغلام في تلك الساعة. والمجد لله دائماً. مرن قارن أشتم بن سوتير بما يرمي إن أغا سجي إن صف أفشنيت اف اي او هاف سوتيم ور بريز بي ناري غنوت شسن درند دا او تو غس ماري ما بن بن سوتير دفكان نو ناني و تو به مب شوي سهري غن او بي اسلو فوروس مارتي روس في لو باتير مركو يو سنتفكان نو في ناني و جفس ماروت جافيوت نشيرين بمنو اس اواب تتريا سجيك تنقشتم مستنتيون. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين لدينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. خن بخريستوس إيسوس بن شويس أسكي فلاسيمون تو كيري وإكليناتي إن أبيان صاكي ريا روس خومين سومي تفوف آمين إني بوسي إطب نبماتي إيسو السيد الرب يسوع المسيح الإبن الوحيد كلمة الله الآب قطع عنا كل رباطات خطايانا قبل الام المخلص المحيي نفخ في وجه تلاميذه القديسين قال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه غفرت من امسكتموها عليهم امسكت تلان يا سيدنا من قبل رسلك الاطهار انعم الذين يعملون في الكهنوت كل زمان في كنيستك المقدسه ان يغفروا الخطايا على الارض يربطوا ويحلوا كل رباطات الظلم اسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك وضعفي هؤلاء منحنين برؤوسهم امام مجدك المقدس ارزقنا رحمتك اقطعنا يا رب كل رباطات خطايانا ان كنا قد اخطانا بعلم او بغير علم بجزع القلب بالكول بالفعل بصغر القلب انت يا رب عارف بضعف البشر كصالح ومحب للبشر اللهم انعم لنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حالنا حال لكل شعبك املأنا من خوفك قومنا لارادتك الصالحه إنك مبارك للأبد أمين. مين كريا لاي صان كريا لاي صان كريا لاي صان. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة عشية عيد استشهاد القديس فيلوباتير ماركوريوس الشهير بأبو سيفين، ولينا عادة أن احنا بنيجي نحتفل بهذا العيد أيها الأحباء كل سنة في هذه الكنيسة المباركة اللي على اسمه الأثرية اللي استقبلت جسده عند مجيئه مصر، وله عيد مخصص لمجيء عضو أبو سيفين إلى مصر إلى كنيسته هنا بمصر القديمة. النهاردة الإنجيل اللي بتقدمه لنا الكنيسة في العشية إنجيل متى إصحاح 8 من عدد 5 لعدد 13، وبتقدم لنا قصة راجل أممي ما كانش من اليهود، كان قائد مئة وكانوا مقسمين الرومان
الجيش بتاعهم اللي مئات، فكان كل 100 اللي بيرأسهم واحد كان بيسمى قائد 100. قائد 100 ده كان له عبد، العبد ده كان مفلوج وكان معذب جدا بأنه هو مخلع مفلوج ما بيتحركش، كان في البيت. قائد 100، الإنجيل النهاردة ده مليان تعليم، بس عايز أتكلم معاكم في 5 نقط صغيرة. إيه هي عظمة قائد 100 ده؟ إيه هي عظمة قائد 100 لدرجة أن السيد المسيح شهد له وقال أنا ما شفتش في إسرائيل إيمان زي ده؟ شهد له وتعجب منه ومن إجاباته ومن شخصيته الجميلة، وقدم دروس رائعة في الإنجيل الصغير اللي سمعناه. تعالوا نعدي على 5 نقط من سر عظمة الراجل ده، هو له حاجات كتير لكن نعدي على دول بس. أول نقطة أن الراجل ده كان بيحس بآلام الآخرين، كان يشعر بآلام الآخرين، كان عنده عبد، يعني له أخوه وله قريبه وله يمت ليه بصلة وله قائد زيه وله واحد له مركز يهتم بيه، ده مجرد عبد. لكن لما هو حس إن العبد اللي عنده ده في مشكلة كبيرة ومفلوج ومعذب، اعتبر ألام هذا العبد ألام له هو نفسه، وجري وقعد يسعى ويدور إزاي يخفف الألم عن هذا العبد. دي أول نقطة، الإحساس بالآخرين، الإحساس بالآخرين واعتبار ألمهم ألامي الشخصية واعتبار ألمهم ألامي. هكذا إحنا يا إخواتي، إحنا جسد المسيح، إحنا جسد واحد، مفروض إذا تألم عضو تتألم باقي الأعضاء معه، نحس ببعض، نحس ببعض. كتير قوي تسمع كلمة حس بيا، أنا عايزك تحس بيا. الناس اللي عدوا على الإنسان اللي جرحوا اللصوص اللي نازل من أورشليم، عد عليه كاهن وعد عليه لاوي وعد عليه ناس ما شعرتش بيه، لكن في واحد عد عليه لما رآه تحنن، حس بيه. هي دي أول درس ناخده من الراجل ده، نحس بألام بعض حتى لو الشخص ده مش قريبك، حتى لو مش من الدين بتاعك، هو إنسان، ده كان عبده، العبد عنده، لا ذكر هو زيه ولا إيمانه زيه ولا معتقده زيه، لكن مجرد أن هو شافه أو موجود في دايرته طلب أن هو يخففه. يا ريت ندور دايما، لو صادفنا يا إخوتي اللي يقدر يعمل خير وما يعملوش فهذا خطية له، لازم تدور في المحيط بتاعك ونحس بآلام الآخرين ونعتبرها ألمنا إحنا. أنا مرة قابلت واحدة لقيتها فرحانة قوي، قلت لها إيه يا مدام فلان، أنت إيه السعادة اللي أنت فيها النهاردة؟ قلت لي مش هقول لك، أصل أنا كنت مكرسة نفسي لصوم وصلاة من أجل شلل الأطفال. إيه ده؟ يعني أنا ما سمعتش حد، والنهاردة عرفت وجالنا إحصائية إن خلاص شلل الأطفال ابتدى إن هو يندثر تماما، فحسيت إن ربنا قبل ده. دي واحدة شعرة بمرضى شلل الأطفال. إيه شعورنا؟ طب ما المرضى حوالينا كلنا، إيه تحركنا؟ أول درس أن نشعر بآلام الآخرين يا إخواتي. الدرس الثاني في سر عظمة قائد 100، أول لما عرف بآلامه وبعد لما حس بيها اتجه للسيد المسيح مباشرة، الصلاة لأجل المريض ولأجل المتألم، والاتجاه ليه ومحاولة حل الموضوع، لأن الحل عند المسيح. المفلوج أصحابه
علشان يخففوه عملوا فيه ايه؟ شالوه وودوه فين؟ للمسيح. الحل عند المسيح، لا اما تاخد الشخص وتوديه للمسيح، يا اما تقف انت وتحط الموضوع بتاعه في ايدين المسيح. ازاي؟ بالصلاة. اذا سمعت بمريض قف للصلاة لاجله، اقف ارفع ايدك لاجله. يا اخواتي صدقوني، كم مرضى شوفوا بالصلاة قبل الدواء، بالصلاة قبل الدواء، بناس واقفة تصلي من أجلهم. كم مرضى، طب أنتوا نفسكم أكيد جربتوا في كورونا دي، تلاقوا الحالة صعبة 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 صعبة، وفجأة الأكسجين بيطلع 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 ورجع بقى كويس. طب إيه ده؟ ركب منحنية وإيدين مرفوعة. العلاج شغال وكله شغال بحسب النظام وكله، لكن الصلاة ليها دور. ارفعوا ايديكم لأجل المرضى ولأجل المتألمين، ده دورنا. وخلي بالك، كنت مريضا فزرتموني، مش كل العيانين هنقدر نروح لهم، لكن رفع الايدين للصلاة ده افتقاد للمرضى، ويقبلها الرب كزيارة للمرضى. صلوا لأجل المرضى ولأجل المتألمين، وصلوا مرضهم، ده ربنا عارف، بس ربنا بيستبقيهم لأجل أن احنا نصلي له. يا إخوتي دي النقطة الثانية، وصل للسيد المسيح عشان يحط في إيد المسيح مشكلة هذا المريض. النقطة الثالثة، إيمانه قوي، إيمانه قوي، كل كلمة فيبرأ غلامي، كل كلمة فيبرأ غلامي. يا إخوتي احنا عندنا الايمان ده، عندنا الايمان ان بنقول لربنا قول كلمة فتتحل المشكلة، قول كلمة فتسكن الرياح، قول كلمة فيهدأ البحر، قول كلمة فتنتقل الجبال، قول كلمة فتخف الامراض، قول كلمة فيرتفع الوباء عن الارض. يا اخواتي الله ينتظر منا إيمان ولو حبة خردل. ربنا في القرن العاشر لما حبوا ينقلوا الجبل قعدوا يصلوا ويصوموا عشان ربنا يكشف عن واحد عنده إيمان حبة الخردل علشان ينقل الجبل، فوجدوا سمعان الخراز. لو نظر الرب علينا اليوم هل يجد فينا من عنده هذا الإيمان؟ كان عند قائد المئة، كل كلمة فيبرأ غلامي. لو عندنا الإيمان ده هنكون سعداء وهنكون فرحانين إن كل مشاكلنا تتحل. تعالوا ناخد التدريب ده كلنا مع بعض النهاردة ونقول لربنا يا رب كل كلمة فيتحل الموضوع فلان، كل كلمة وتحنن على فلانة أو تحنن على فلان. إيمان، إيمان قوي. الدرس الرابع والأهم مع الإيمان يا إخوتي الاتضاع، الاتضاع، الاتضاع في حاجتين. أول حاجة إنه أول لما راح للمسيح أخذ يتوسل إليه، يتوسل إليه، يتضرع باتضاع، توسلات. في فرق بين طلب وبين توسل، توسل فيها اتضاع. لما تصلي صلي بتوسل باتضاع. في طلبات واحد يقول طلباته، وفي واحد يقول اتوسل اليك يا رب، توسل ده اتضاع. النقطة الثانية المسيح قال له انا اجي معاك، هو قال له ايه؟ لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، مش مستحق إنك تيجي يا رب. عمل زي بطرس لما قال يسوع أخرج من سفينتي لأني رجل خاطئ، أنا ما استهلش يا رب أن أنت تيجي تحت سقف بيت، ما استهلش. يا إخوتي الاتضاع هو باب البركات، الاتضاع باب النعم، الاتضاع باب
كل العطايا، باب كل الأفراح. أمام اتضاع وإيمان هذا الرجل سيد المسيح شفي من تلك الساعة. الولد خف، خف بالثلاث نقط دول. إيه؟ صلاة، توسل، إيمان. صلاة، اتضاع، إيمان. صدقوني هؤلاء الثلاثة يصنعون عجائب. بس امزج صلواتك وإيمانك بالاتضاع. في العهد القديم كل ما اتضعوا قدام الرب، نينة واتضعت قدام الرب، فربنا غير الكود، غير الكلام. مفيش بعد 40 يوم تنقلب لنينوى، لا مش هتنقلب. راجع الرب، قبل الرب توبة نينوى بإيه؟ اتضاع. لبسه مسوح من أول الملك لغاية أصغر واحد. الاتضاع باب النعم يا إخوتي. الدرس الخامس في هذا اليوم أيها الإخوة، إن مش شرط أنا أسقف ولا كاهن ولا أبونا ولا 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 أنا إيه في الكنيسة علشان أوصل لأعماق الملكوت. يأتون من المشارق ومن المغارب ويتكئون في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات. الراجل ده كان أممي، ما كانش يهودي، ما كانش عنده الناموس ولا كان عنده الوصايا، لكن وصل، وصل للملكوت ووصل للمسيح. مش شرط انت ايه ولا شرط رتبتك ايه. الأمبرويس لا كان شماس ولا كان قسيس ولا كان أسقف. القديس الأمبرويس كان إنسان عادي لكنه كان قديسا عظيما، وكل المنطقة اللي بتروحوها في المقر البابوي اسمها الأمبرويس، ويصنع العجائب. مش مهم انت ايه، المهم توصل لأعماق الملكوت. ما تفرحش قوي انت ايه عند الناس، ولا انت بقيت ايه في الكنيسة، بقى ليك مركز ولا بقى ليك ايه ولا بقى ليك ايه ولا بقى ليك ايه. لا، افرحوا ان اسماءكم مكتوبة في السماوات. ملكوت السماوات اهم. يأتون من المشارق ومن المغارب ويتكئون في ملكوت السماوات. هذه الخمسة أيها الأحباء، الإحساس بالمتألمين، الصلاة لأجلهم، الاتضاع أمام الرب، الإيمان كل كلمة فيبرأ غلامي. أما الخامسة فلا تنظر ما هي درجتك في الكنيسة، ولكن انظر إنك إزاي تصل إلى الملكوت. في هذه الليلة هقول لكم معجزتين صغيرين لأبو سيفين بمناسبة عيده. كان في واحدة ست ابنها في أبو ظبي، والست دي كانت في اسكندرية. الست دي ابنها طلب منها شهادة مهمة جدا، هي لازم تطلعها من السفارة وتاخدها وتوثقها وتبعتها له أبو ظبي. ست طيبة جات من اسكندرية، ولا ليها حد ينزل معاها ولا ليها رجل تعرفه، وما تعرفش مصر. فراحت الست، نزلت من اسكندرية وجات مصر، وراحت جري جري وسألت على المواعيد، وراحت السفارة تطلب الشهادة. قالوا لها انت جاية في آخر يوم، ده انت مفروض هتاخديها. قالت لهم أنا في عرضكم، أنا عايزة الشهادة النهاردة. كان الكلام ده الصبح بدري. قالوا لها تعالي الظهر الساعة واحدة واستلمي إيه؟ الشهادة. راحت الست، كانت بتحب أبو سيفين زي حضراتكم، فجت المنطقة هنا وراحت دير أبو سيفين وزارت أبو سيفين وخدت الكتاب بتاعه الجميل، وراحت خدت تاكس، ما هي مش عارفة، علشان تروح تستلم الشهادة. الراجل سواق التاكس استغل فرصة ان الست دي مش عارفة حاجة، قعد يطول في السكة عشان ايه؟ تدفع اكتر. الست تعيط، الميعاد، ابني
الساعة واحدة هتطير، السفارة هتقفل، ده آخر معاد الساعة واحدة، وأنا مش عارفة حاجة، أنا مش عارفة حتى أقول له نروح فين. وهو شفيعها أبو سيفين فوجئت يا إخوتي بضابط في العشرينات من عمره يفتح باب التاكسي ويقعد جنب الراجل السواق. وأول ما قعد: أنت رايحة فين؟ سأل الست اللي ورا. قالت له: ده أنا عايزة أروح السفارة علشان عايزة كذا. أنت ماشي غلط، امشي من هنا. ففي السكة وهو بيمشي من السكة التانية إشارة وقفت، إشارة حمراء، قعدت تعيط. قال لها: أنت بتعيطي ليه؟ قالت له: أصل في معاد. قال لها: لو السفارة قفلت هفتحها لك، لو السفارة قفلت هفتحها لك. ده إيه ده؟ يعني كمان حتى ما هنش عليه دموعها لما الإشارة قفلت. والإشارة فتحت وما فيش، يدوب وصلوا. ولما وصلوا قال لها: يلا خشي خدي الشهادة. خدت الشهادة بسرعة، كان معاها ضابط وخلص الموضوع بسرعة. قال لها: رايحة فين؟ قلت له: أنا عايز أروح بقى، أنا هاخد السوبر جيت واطلع على إيه؟ على اسكندرية، أوصلك للسوبر جيت. ما هو لقاها من اسكندرية ومش عارفة حاجة. وعند السوبر جيت لم تجد هذا الضابط أيها الأحباء. وفتحت الشنطة وطلعت الكتاب ووجدت صورة هذا الضابط الجميل على الكتاب بتاعها. أبو سيفين اللي راحت زارته خلص لها معادها ونجدها ووقف معاها وخلص لها مشوارها. التانية كانت من زمان وأمنا إريني لسه رهبة، وكانت رئيسة الدير في الوقت ده كان اسمها الأم كيرية واصف. الرئيسة اللي هي الأم إريني دخلت وكانت هي رئيسة في الوقت ده. سور الدير عالي، فتلاتة حرامية قال لك: بس ده سور عالي ورهبات جوه، أكيد جوه عندهم إيه؟ فلوس وكنوز وبتاع، إحنا إيه؟ نطلع نسرق الدير ده. راحوا جابوا سلم 8 متر. سلم كم متر؟ تنايمين ولا إيه؟ كم متر؟ 8 متر. وطلعوا السور، وأول ما وصلوا فوق راحوا شالوا السلم من بره من الشارع ونزلوا السلم إيه؟ جوه الدير، جوه الجنينة. وهينزلوا ولقوا ضابط جاي من وسط الزرع منور زي الصاروخ: انت وهو انتوا رايحين فين؟ اترعبوا، نزلوا اتقلبوا من على السور من فوق، اتدشدشوا تحت بره خالص في الشارع. صحيوا الرهبان الرهبات، لقوا سلم والناس بره تقول لهم: ده احنا لقينا تلاتة. قعدوا سمعوا منهم الحكاية، والغفير بتاع الدير اللي كان واخد نبطشية كان جوه. بس الجميل اللي بعد اللي الغفير عمله ان هم كانوا عايزين يعملوا شغل في السور العالي ده، فهم سموا السلم سلم الحرامية، وسلم الحرامية كانوا محتاجينه جوه الدير علشان يعملوا شغل في السور نفسه، واستخدموا السلم كمان، جاب لهم أبو سيفين السلم اللي يعملوا بيه الشغل جوه الدير. شفاعة أبو سيفين تكون معانا، وكلنا بنقول له: إن جدنا يا إله أبو سيفين له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. كسما Oh, it's in our heart.
شش فن صوب مين ايفول خن باهي ترفتنا اسمو ابكران بشوي سم بيبتي اي ارف مبي ام بكرانو اي جم نوم تيبور ني اون ابنوت انتني نوتي كريسوس بخريسوس بن نوتي بيالي سينوس في طفئي إذ بن صوتي أخير صوماتي كون أبت شسارك سيبول خن دب نموس نمي والخن ماريا في شلة صواب أبونهم بني بينهم بنه كتير في أوراشي إنهن مؤسل الإبتير مارن أوشتم مفوهن تنارم نوزن دف مام ماريا تتشرم بيس نسوس الله انت نقوش بلخن او اسمي انسالي للسلام لك يا مريم ام عمانوئيل السلام لك يا مريم خلاص ابينا ادم السلام لك مريم ام الملجا السلام لك يا مريم تالي لحواء السلام لك يا مريم فرح الأجيال السلام لك يا مريم فرح هابيل البار السلام لك يا مريم العذر الحقيقية السلام لك يا مريم خلاص نوح السلام لك يا مريم غير الدنس الهادئة السلام لك يا مريم نعمة إبراهيم السلام الإكليل الغير المضمحل السلام لك يا مريم خلاص إسحاق القد السلام لك يا مريم أم القدوس السلام لك يا مريم تأهل ليعقوب السلام لك يا مريم ربوات مضاعفة السلام لك يا مريم فخر يهوذا السلام لك يا مريم أم السيد السلام لك يا مريم رازت موسى السلام لك يا مريم أم السيد السلام لك يا مريم كرامات صموئيل السلام لك يا مريم فخر إسرائيل السلام لك يا مريم ثبت أيوب البار السلام لك يا مريم يا الحجر الكريم السلام لك يا مريم أم الحبيب السلام لك يا مريم ابنة الملك داود السلام لك يا مريم صديقة سليم السلام لك يا مريم رفعة الصديقين لك يا مريم خلاص شيء السلام لك يا مريم شفا أرمية السلام لك يا مريم علم حسقية السلام لك يا مريم نعمة دانية السلام لك يا مريم قوة إلي السلام لك يا مريم نعمة آل إشاع السلام لك
لك يا مريم والدتي لي السلام لك يا مريم أم يسوع المسيح يا مريم الحمام الحسن السلام لك يا مريم ابن الله السلام لك يا مريم التي شهد لها جميع الأنبياء وقالوا هو الله الكلمة الذي تجسد منك بوحدانية لا ينطق بمثلها مرتفعة أنت بالحق أكثر من عصر أيتها الممتلئة نعمة ما هي العصا إلا مريم لأنها مثال بتوليتها حبلت وولدت بغير مبادة ابن العلي الكلمة الذاتي بصلواتها وشفاعتها لنا يا رب باب الكنيسة نسألك يا والدة الإله اجعلي أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين فنسألها أن تطلب عنا عند حبيبها ليغفر لنا دعيتي يا مريم العظيم الزهر المقدس التي للفخور التي طلعت وأزهرت من أصل رؤساء الآباء والأنبياء مثل عصا هارون الكاهن أظهرت وأوثقت ثمران لأنك ولدت الكلمة بغير زرع بشر وبتولياتك بغير فساد فلهذا نمجدك كوالدة الإله اسألي ابنك ليغفر لنا يا ملك السلام اعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا فرق أعداء الكنيسة وحصنها فلا تتزعزع إلى الأبد عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس ليوركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا أجسادنا تنقو أشتمك بخريسوس نمبك يوتك أغاصوس نمبب نمصوب جئك إيئك صوتي أمو تعالوا نتهلل بالألحن ونرتل للفادي الديان في عيد الشاهد بطل الإيمان في لوبة تير ماركو ريوت يا إلهنا نهدي لك المادح في قدسك شهد الماس محب الأب إيمان صحيح في لوبة
تير ماركو ريو بالبركة شملنا يوم عيدك بالنعمة ثبت أولادك نولت لك للك ملت جهادك في لوبة تير ماركو ريوس أبو سيف بطل مغوار له قصة لحن بلاوتا شجاع صامت لا يهاب النار في لوبة تير ماركو ريوس والده كان صياد في الصحراء صار بشجاعته نيلو أمر عاش بناء كابر ووزراء في لوبة تير ماركو ريوس صار الوالد بعماده نوح والأم سفينة مملوءة بالروح وملك أعطى اسما ممدوح في لوبة وشفيع العيلة الملك ميخائيل قضاها في خوف عمانوئيل سمرتها هذا البطل نابل في لوبة تير ماركو ريوس روسية تعلم وهو شاب ولذا أسند له عمل الأب وتعظم فصل أركان حرب في لوبة تير ماركو ريوس أفزع داكيوس حرب البربر فجمع جنوده والعسكر رئيسهم ثابت لا يتقدر في لوبة تير ماركو ريوس لا تخشى يا قيصر من يعطيك منك بها لك ومعالا يد فتك في لوبة تير ماركو ريوس ميخائيل أعطاه سيفا من نار قائلا إذا أهلكت البربر لا تنسى إلهك يا مختار في لوبة تير ماركو ريوس يلمع سيفا خرط الأعداء أسفل حصان في لوبة تير ماركو ريوس بسرعة حلوا وزالوا وجنود رومية هتفوا قالوا آمرنا قد نصروا إله في لوبة تير ماركو ريوس دعاهم الكافر للسجود والتبخير لأبولون المعبود تخلف عنهم وصار في جحود في لوبة تير ماركو ريوس أنا لا أسجد لحجر وذهب آلهتك لم تنفع في الحرب نزع المنطقة مع الرتب إلهي ومعبودي يسوع له القربان وبخور مرفع أنا أسجد أمامه بخشوع في لوبة تير ماركو ريوس دهش داكيوس وطلب إليه بوعود براقة أثنى لي وعدك فاني لا أنظر إليه في لوبة
كير مرقوريوس فتخالف وقدم الطاعة لألا تهان وسط الجماعة شاهدنا رفض قوله بشجاعة أمر بجلد أمام العسكر بلهمباز عظم تكسر كشطو جلده فلم ينكر في لوبة تير مرقوريوس وضع في حبس بأمر الممقوت فشفى ملك ودا الملكوت من يؤمن بيسوع لا يموت في لوبة تير مرقوريوس رب أقام سرق جنوده له نسجد ونحن عبيده لنا هذا الموت بل معه في قيصرية أخذ الأكل البعد معزة عمانو الإبل ألم السير بتهليل إلوبة إير مرقوريوس شهدته 25 هاتو ترك الدنيا وسكن من يتشفع به لا يقر في لوبات المرقوريوس يناديلو كل المؤمنين بدلة يصيحون قائلين إن جدنا يا إله أبسف في لوبات المرقوريوس ويهدينا لنسلك في صفاتك ويزيدها فرحنا ببركاتك في لوبات المرقوريوس في تسعة بقونا له تذكر عيدو كل عضو لمصر بتمجيد ذخيرة ثمينة تمنع تجديد في لوبات تير مرقوريوس كم شفى مرضى وفتح عميان وأنقذ أولاده من الشيطان قاضي ماهر ينصب ببيان في لوبة تير مرقوريوس وله أيضا ذكرى تعطي في 25 من آبيب تدشين كنيسة الحبيب في لوبة تير مرقوريوس أنطونيوس كبير القديس كان يصلي في بلده لسنين في كنيسة الشاهد أبي سفن في لوبة تير مرقوريوس هو شفيع قوي للعذارى كالقديس دميان البرة وجميع من يسلك بطهارة في لوبة تير مرقوريوس وصفية مع عذر الراه قتلهم يوليانوس في ساعة بطن نقم لهم في الساحة في لوبة تير مرقوريوس نجينا من شر بزيفولوس كما خلصت الأباسيليوس وقتلت الجاحد يوليانوس في لوبة تير مرقوريوس فارس حصان أدهم في الصورة رسوم إلى إجابة منظورة سيف صليب فوق مرقورة في لوبة تير مرقوريوس لا تهملنا نحن الخوطة
علمنا كيف نرد الله، نحب نتمثل بك يا فتاه في لوبة تير ماركوريو. ثبتنا يا رب على الإيمان، شد السواعد الكسلان، نغلب فقط فاز ببيان في لوبة تير ماركوريو. يا رب انصرنا بصليبك وعمل معنا كأعجيبك بشفاعة الشاهد حبيبك في لوبة تير ماركوريوس. ساعدنا يا إلهنا القدوس في مدح صفيك بأصله فرس، ونقول جميعا أكسيوس لفي لوبة تير ماركوريوس. تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا إله أبو سيفين أعنا أجمعين. Yeah.
الشهيد إيد مركوري يوسع بكتي أتصد بنت دافيد تي صوفيا أنت سولومان بابن مام بركليتون في إيطف إي جني أبو ستولوس بشوي صفئي عريب أرخل مبتاه وإرب بنيوت التايوت نار شرف
بابا فتا وادروس امبريوت نيفسكوبوس ابا يوريوس ابنو تنتد بي في تقرو اجنو اثرونوس سنان ميشن رمبين مانسيو ان هيري ليكون انتف سبيو انو غالي تيرو سابي سيت انو اتشارب جين كولم طب بخريستو ساريا قندف كان انو فيناني بلخن او هيرين كتاب ابني اشتناي كيرياليسون يا ملك السلام اعطينا سلامك وقر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لان لك الملك والعزه والبركه للابد امين اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين بنعمة ربنا القداس بكرة 7:30 صباحا إن شاء الله محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم ومع روحك أيضاً